GSM Medical Education. هنا نجعل الطب سهلا. كيف يتم إزالة البليتلتس منتهية العمر أو الميتة؟ طبعا الجواب تزال بواسطة الميكروفاجز بالسبلين أو الليفر. طبعا هنا نشوف بالصورة بعد أن تكونت من الريد بون مارو الميجاكارياسايت وبعدها تكون عندنا البليتلت لايف سبان اللي هو لها 8 إلى 10 يوم. راح المحطمة أو منتهية العمر راح تنفرز عن طريق السبلين أو الليفر. Where do you find platelets? وين نقدر نوجد الصفائح الدموية أو نلقاها؟ أولا بال peripheral blood smear. ثانيا إنه ثلث عدد البليتلتس تكون مختبئة بالسبلين، يعني ثلث العدد راح يكون فقط يعني مختبئ أو مخزن بالسبلين. يعني في حالة السبلينوميغالي اللي هي enlarged of the spleen اللي هو تكون يحصل حالة تضخم بالطحال اللي هو السبلين، يعني مثل ما نشوف هنا بالصورة إنه هذا normal spleen وهذا ال enlarged spleen أو الحالة تدعى بالسبلينوميغالي. طبعا بهذه الحالة راح يقل عندنا عدد البليتلتس. راح طبعا في حالة يعني انه تم اثبات انه وجود تضخم بالسبلين يعني راح يقل اول شيء عدد البليتلتس الى النصف. نصف عدد البليتلتس راح يكون بالسبلين، يعني نصف يعني بمكان ما يكون ثلث وانه الجسم يستخدم ثلثين، بالعكس راح انه يصير نصف بالسبلين والجسم راح يستخدم النصف الاخر، وهذا راح يترك لنا انه عدد اقل بالبلاد من البليتلتس. السبلين بهاي الحالة راح تأكل اكثر مثل ما قلنا بسبب تضخمها، وبما انه صار عندنا عدد اقل من البليتلتس ما معناه هاي الحالة راح يصير عندنا ثرومبو سيتوبينيا. الحل في حال طبعا اثبات انه وجود تضخم بالطحال او السبلين انه الحل هو ريموف ذا سبلين او بحالة تدعى سبلينوكتومي. وفي حال عدم وجود السبلين انه راح يكون انه nowhere to hide، يعني انه ما راح يكون عندهم بعد مكان يختبئون به البليتلتس، فراح يرجع العدد انه يتصاعد مال البليتلتس بالدم. طبعا لا نستطيع انه نلوم السبلين دائما على اي حالة ثرومبوسيتوبينيا، لانه السبلين قادر على احتواء كمية معينة حتى وان كانت كبيرة من البليتلتس، ولكن إذا ما كانت عدد البليتلتس بالجسم يعني يطلع 20,000 أو أقل بهاي الحالة ما نقدر نلوم السبلين، وإنما نبحث عن سبب آخر لأن السبلين غير قادر على أكل هاي الكمية الكبيرة من البليتلتس. نجي للstructure of the platelets. طبعا مثل ما ذكرنا انه هو شكلها يكون biconvex shape اللي هو ثنائي التحدب، تكون يعني لا تحتوي على نواة، وتكون هي pieces of the megakaryocyte اللي هي تكون اجزاء من الميجاكاريوسايت. طبعا نقدر هنا نميز الشكل بيناتها مثلا وبين الاريثروسايت، نشوف الاختلاف بالشكل. تنقسم البليتلتس الى قسمين اللي هي البلازما ممبرين
أو اللي يدعى بالليبيد والسيتوبلازم، واللي حصلت عليهم اثنينهم من الخلية الأم للبليتلتس اللي هي الميجا كاريوسايت. يعني الميجا كاريوسايت هي تدعى الخلية الأم للبليتلتس. أولا بالبلازما أو الليبيد بايلاير اللي هي الدهون الثنائية، تكون مغطاة بالجلايكوبروتين، أي غشاء خلية آخر يكون هو يكون يعني ليبيد بايلاير ويكون مغطى بجلايكوكاليكس اللي هو الكربوهيدرات. البليتلتس يعني ما معناه انه اي غشاء خلية اخر يكون هو يعني ليبيد بايلاير او الثنائي الدهون راح يكون مغطى بالكربوهيدرات اللي هو الجلايكوكاليكس. البليتلتس شوية تختلف لانه تكون تحتوي على الليبيد ومغطاة ليس فقط بالكربوهيدرات وانما الكربوهيدرات والبروتين. لماذا بروتين؟ وذلك لانه الجزء الفعال او الاكتيف بجسم الانسان هو البروتين، والبليتلتس تحتاج الى الريسبتورز، وذلك بانهم بالحاجة الى القيام بعملهم عن طريق البايند والادهير اللي هي الربط والالتصاق للاندوثيليال تيشوز. لذلك البليتلتس بحاجة الى ريسبتورز، وبدون ريسبتورز راح انه ينزف الشخص انه لحين موته. اذا هذا هو الطبقة الاولى اللي هي اذا هي هاي الطبقة الاولى، يعني تعتبر الجلايكوبروتين من الستركتشر مال البليتلتس، وتحتوي على نوعين من الريسبتورز اللي هي الجي بي 1 بي، ووظيفته بعملية الالتصاق للبليتلتس على محيط منطقة الجرح او الانجوري اللي تسمى بالادهيجن. يعني الاول واحد اول ريسبتور اللي هو الجي بي 1 بي اللي يكون وظيفته الالتصاق للصفيحات الدموية، انه من تجي الصفيحات او البليتلتس او الثرومبوسايتس من تجي الى مكان الجرح هو هذا اللي يخليها تلتصق بمكان الجرح اللي هو الجلايكوبروتين 1 بي جي بي 1 بي. الجي بي 2 بي 3 اي او الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي يقوم بعملية البايندينج اللي هي ربط البليتلتس الى بعضهم حتى يتم جلبهم الى السايت اوف ذا انجوري مع بعض وليس متفرقين. يعني انه الجلايكوبروتين 2 بي اللي او ال 3 اي او اللي هو الجي بي 2 بي 3 اي يقوم بعملية البايندينج اللي هي انه حتى لا يجون واحد ورا واحد البليتلتس الى مكان الجرح، يجيبهم كلهم مع بعض. لانه في حالة حصول جرح او نزف سوف نحتاج الى العديد او العدد كبير من البليتلتس لتأتي مع بعض وليس يعني واحدة تلو الاخرى مثل ما ذكرنا. اذا الجي بي 2 بي 3 اي راح يقوم بجلبهم together، اللي راح يساعد الجلايكوبروتين 2 بي 3 اي حتى يقوم بعملية ربط البليتلتس مع بعضهم واحدة بالاخرى هو الفايبرونوجين. اذا الفايبرونوجين يقوم بربط البليتلتس واحدة بالاخرى، ومن ثم الجي بي 2 بي 3 اي يجيبهم او يجلبهم معا لمكان الجرح ويلتصقون به بمساعدة ريسبتور اخر اللي هو الجي بي 1 بي. ثاني نقطة اللي هي made of lipids اللي تحتوي الفوسفوليبيدز واللي بدورها تنتج الاراكيدونيك اسيد
اللي يعتبر من البرو انفلاماتوري المهمة بجسم الإنسان. الكالسيوم Ca+2 بسبب انه البليتلس تحتاج الى عمل الكونتراكشن والريليزنج او عمليات الانبساط والانقباض، فتحتاج الى الكالسيوم بهذه الحالة لان هو اللي يساعدها بهذا العمل. نجي الى السيتوبلازم او الجزء الثاني من البليتلتس. اولا النقطة الاولى اكتين ومايوسين، انه يكون لديها اكتين ومايوسين ايضا لعملية الكونتراكشن اند ريليس. الثرومبوسيتينين ايضا لعملية وهو بروتين طبعا، وايضا فائدته للكونتراكشن والريليس. ترسب او بقايا الكولجي اباراتس والراف اندوبلازميك ريتيكولوم وذلك لتكوين الانزيمات، يعني فائدتهم هنا راح يكون لتكوين الانزيمات المهمة. مايتي ميتوكوندريا وذلك لانتاج الطاقة، يعني اللي للمايتي ميتوكوندريا فور اي تي بي اند اي دي بي. ايضا عامل اخر هو الفايبرين الستابلايزنج فاكتور او ما يسمى بالفاكتور 13، وايضا البلاتيلت ديرايفد جروث فاكتور او مختصر الى البي دي جي اف، اللي هو يساعد على الترميم البلاد فيسلز بعد عملية الثرومبوس. يعني اذا ناخذ مثال مثلا القطة مثلا بعد ان تخرج الفضلاتها راح تنظف نفسها، وهنا نفس الحالة انه ينظف ما بعده بعد ان تنتهي عملية الثرومبوس. الجرانيولز اللي هي تكون من ضمن السيتوبلازم، ايضا الجرانيولز تنقسم الى قسمين، الالفا جرانيولز والدلتا جرانيولز. الالفا الجزء الاول هي بروتين بطبيعتها، ولذلك تكون فعالة يعني اكتف وقوية وتحتوي على ايضا الفاكتور 13 اللي هو فايبرين ستابلايزنج فاكتور. والبلاتيليت اكتيفيتنج فاكتور او المختصر بي اي اف، والبي دي جي اف اللي هو مثل ما قلنا البلاتيليت ديرايفد جروث فاكتور اللي يساعد على انه يساعد على عملية ترميم البلاد فيسلز بعد عملية الثرومبوس، بعد أن يعني يخلص عملية الثرومبوس يرممها عن طريق الجروث فاكتور. وأيضا ال VWF أو ما يسمى أو يعني هو المختصر لكلمة فون ويلبراند فاكتور. الفون ويلبراند فاكتور يعني ما هو يعني وما هو عمله؟ إذا ما أصيب الإندوثيليوم راح ينتج عنا عامل يسمى الفون ويلبراند فاكتور، وهذا الفون ويلبراند فاكتور راح يلتصق الى قاعدة الغشاء بالاندوثيليوم اللي يكون مصاب. وطبعا انه الفون ويلبراند فاكتور ينتج عن طريق الهيلثي اندوثيليوم، يعني هو ينتج عن طريق الهيلثي اندوثيليوم، وعمله طبعا انه نتصور انه عندنا البليتلتس يعني ذاهبة الى موقع النزف او الجرح. الاندوثيليوم يعني الجرح اللي بيكون بالاندوثيليوم، فالفون ويلبراند فاكتور راح يربط البليتلتس مع بعضهم. اذا البليتلتس راح يجون الموقع الاصابة والفون ويلبراند فاكتور راح يلتصق بيهم عن طريق ريسبتر يدعى بالجي بي 1 بي، وبعدها يتم التصاق البليتلتس بالانجورد اندوثيليوم.
يعني هو يقوم بربط بربطها بمساعدة الجي بي 1 بي بالموقع الإصابة. وأيضا الفايبرونوجين، فايبرونوجين، وهنا البليتلس تقوم بعملية خزنة فقط، وذلك لأنه الفايبرونوجين ينتج بواسطة الليفر، يعني هي ما تنتج الفايبرونوجين وإنما تقوم فقط بعملية خزنة. وأيضا عامل آخر اللي هو بليتلت فاكتور 4 اللي يشترك بعملية ال هيبارين انديوست ثرومبوسايتوبينيا أو ما تسمى بال HIT. نجي للقسم الثاني من الجرانيولز، الجرانيولز اللي هي مثل ما ذكرنا جزء من السيتوبلازم مال البليتلتس. الجزء الثاني اللي هو دلتا جرانيولز، وهو جزء غير بروتيني طبعا، تتكون من ADP والكالسيوم. ليش تستعمل او تحتاج الكالسيوم؟ وذلك لانه الكالسيوم قوي جدا بعملية الكونتراكشن او التقلص يعني، وذلك لعملية الكونتراكشن والريليس يعني، وايضا بعملية البايندينج اوف فيتامين كي ديبندنت. شنو هي هاي او ما هي هاي البايندينج اوف فيتامين كي ديبندنت، او ما هو الفاكتورز الفيتامين كي ديبندنت فاكتورز؟ هناك اربع اعصاب يعني فور نيرفز تاتي من الدماغ تدعى بالكرانيال اوتونوميك نيرفز، اللي هم الاعصاب اللي يجون من الدماغ اللي هم رقم العصب الثاني والسابع والتاسع والعاشر. ونقدر مكان ما نقول اثنين نقدر نقول بروثرومبين، يعني بروثرومبين، بروثرومبين يعني اللي هو الثاني، سبعة وتسعة وعشرة. اذا في حالة نقص فيتامين كي، ما هي الفاكتورز اللي تنقص او تتضرر؟ هي البروثرومبين اللي هو اثنين، والعصب السابع والتاسع والعاشر، وبروتين سي وبروتين اس. وايضا بالدلتا السيروتونين وايضا الثرومبوكسين A2. السيروتونين طبعا البليتلتس اللي اجوا للاندوثيليوم والتصقوا به راح يتم تفعيلهم انه اكتيفيتد، وعند ما يتم تفعيلهم راح يتم انتاج العديد من المركبات اللي هم المركبات اللي راح ينتجون الجرانيولز اللي يكونون بداخل الدلتا جرانيولز اللي هم الاي دي بي والثرومبوكسين اي 2 والكالسيوم والسيروتونين. اذا ما تكلمنا عن السيروتونين، راح السيروتونين راح يحمل تاثير، وهو البلاد للفازودايليشن للبلاد فيسلز، اي توسع للشرايين، حتى انه يسمح له بجلب عدد اكبر من البليتلتس الموقع الاصابه. يعني السيروتونين هنا راح يسوي فازودايليشن للبلاد فاسلز، وبعد ما تتوسع الشرايين راح يكون يسمح بدخول عدد اكبر من البليتلتس لموقع الاصابه. ال اي دي بي والثرومبوكسين اي 2 راح يروحون الى الريسبتورز مالتهم، وراح يقومون بنداء يعني عدد اكثر من البليتلتس حتى يجون الموقع الاصابه، وهذا راح يقودنا الى عمليه تدعى بالبرايمري هيمودايناميك بلاك. طبعا هنا هاي مثل ما ذكرنا انه الفايبرونوجين يقوم بلصق البليتلتس مع بعض حتى انه يجون كلهم سوا. بالنهاية أحب أشكركم على حسن إصغائكم، وأتمنى أن أكون قد وفقت لشرح الموضوع. نشوفكم في فيديوهات ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.